بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الحمد لله ذي الطول والإنعام، أنعم علينا بعلماء كرام وفقهاء عظام، قاعدوا لنا القواعد والأحكام وبينوا لنا الحلال والحرام، والصلاة والسلام على أشرف بني الإنسان سيدنا محمد النبي العدنان النبي الأمي الأمين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. وبعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع مادة الفقه الحنفي. موضوع حلقة اليوم: تابع المحرمات من النكاح. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أقسام المحرمات إجمالا، وقلنا أن هناك محرمات بسبب القرابة وبسبب الصهرية وبسبب الرضاع، وتحدثنا عنهم تفصيلا. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتحدث عن المحرمات بسبب الجمع، والمحرمات بسبب تعلق حق الغير، والمحرمات بسبب الكفر، وبسبب الطلاقات الثلاث. وتحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا بأن المحرمات هنا منهم أو منهن من يكون التحريم في حقهن على سبيل التأبيد، أي أن التحريم وصف لازم، كالمحرمات بسبب القرابة، كأن يتزوج الرجل بأمه أو ببنته أو بأخته، ومثلنا لذلك. وقلنا أن هناك محرمات على سبيل التأقيت، أي أن التحريم مؤقت بسبب مانع، إذا زال هذا المانع جاز للرجل أن يتزوج بمن كانت محرمة عليه. طيب، المحرمات بسبب الجمع نتحدث اليوم عنهن، وهن كأن يجمع رجل من أكثر من أربعة، أو كأن يجمع بين الأختين، أو كأن يجمع بالمرأة وعمتها أو خالتها أو غير ذلك. هيا نرى المحرمات بسبب الجمع. لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، أن قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع نص على الأربع، فلا يجوز الزيادة عليهن. وروي أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي. ولا يجوز الجمع بالصنف الثاني من المحرمات بالجمع، الجمع بين الأختين. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إشارة إلى أن هذا أمر كان جائز في الجاهلية. وقوله عليه الصلاة وأزكى السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. طيب، لا يحل الرجل أن يتزوج بأخت امرأته. طب ما الحكم لو تزوج أختين في عقد واحد، وما الحكم لو تزوجهما في عقدين مع التعليل؟ نقول: لو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما. الاثنين؟ نعم الاثنين. لماذا؟ لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما، لا ندري من أيتهما أولى. الاثنان في نفس الدرجة، هذه أخت هذه. أما لو تزوج أختين في عقدين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما، نحن مش عارفين أيتهما كان عقدها الأول، لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية، ولهما إحقاقا للحق نصف المهر بينهما. ليه؟ لجهالة المستحقة منهما فيشتركان فيه، أي في نصف المهر.
طيب انت زوجهم على التعاقب فسد نكاح الأخيرة ويفارقها، وإن علم القاضي بذلك فرق بينهما. وهناك تنويه أن الرجل إذا طلق الرجل امرأته لا يجوز له أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. لماذا؟ لبقاء نكاح الأولى من وجه، لبقاء العدة والنفقة والسكنة والفراش القائم في حق ثبوت النسب، هناك فراش قائم، والمنع من الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر، كل هذا ثابت بالعدة، فتثبت الحرمة أخذا بالاحتياط في باب الحرمة. من ضمن الأصناف التي يحرم على الرجل الزواج بها بسبب الجمع أن يجمع عند المرأة وعمتها أو خالتها. إيه الدليل؟ الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن. طيب في مسألة، هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله؟ نعم يجوز له ذلك لأنه لا قرابة بينهما. هيا نفصل هذا الكلام أبنائي وبناتي. ما معناه؟ معناه أن هناك نساء يحرم على الرجل الزواج بهن. ما سبب هذا المانع وما سبب الحرمة؟ نقول أن التحريم هنا بسبب الجمع. مثل من؟ نقول يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. مرة أخرى، يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. فالعدد هنا نص فلا يجوز الزيادة عليه. ثانيا، روي أن سيدنا غيلان الديلمي رحمه الله رضي الله عنه أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه 4 ويفارق الباقي، أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. كذلك المحرم بسبب الجمع أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها. تعلمون جيدا الحقد والبغضاء التي تكون بين الضرائر، والمقصود والغالب أن يكون بين المرأة وأختها أو البنت وأختها مودة ورحمة وألفة. فإذا قلنا بجواز أن ينكح الرجل أن يجمع بين أختين لقررنا العداوة والبغضاء بينهما. فالشرع الحكيم لهذه الحكمة أن تدوم المحبة والألفة بين الأختين حرم على الرجل أن يجمع بين أختين في عقد واحد. الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب المسألة، ما الحكم إن تزوج أختين في عقد واحد ولا يدري أيتهما أولى، ما عرفيش من الأولى فيهم، فسد نكاحهما لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما. طيب لو كانوا في عقد ولا يدري برضو فرق بينه وبينهما، فرق بينه وبينهما. طيب مسألة أخرى، إذا فرق بينهما أو إذا طلقهما لهما نصف المهر يشتركان فيه، لا ندري من المستحق فيهما، ما عارفينش مين اللي يستحق نصف المهر، فجعل بينهما مقاسمة. طيب هل يحل للرجل أو يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ مش أختها أهو. كذلك يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. لماذا؟ لأن الألفة والمودة والرحمة كانت باقية، ونحن نعلم ما يكون ويسود بين الضرائر من الحقد والبغضاء. فإذا قلنا بجواز ذلك لقلنا بالبغضاء والشحناء والحقد بين البنت وعمتها وخالتها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن. المسألة الأخيرة، هل يجوز الرجل أن يتزوج أو يتزوج بابن امرأة كانت
لزوج لها من قبله، يعني انسان متجوز امرأة، هذه المرأة كانت مزوجة قبل ذلك برجل، وهذا الرجل كان معه بنت لكن ليست منها، يعني البنت بنت الراجل مش بنت المرأة. طلق هذه المرأة وتزوجها شخص آخر. الشخص الآخر ينفع يتجوز بنت الرجل اللي كان متجوز مراته قبل عن كده؟ نعم يجوز ذلك، لأنه لا قرابة بينهما. بنت هذا الرجل لا قرابة بينها وبين المرأة التي متزوجها هذا الرجل الآن، ولا بين الرجل الذي يريد زواجها. إذن يجوز الرجل أن يتزوج بابنة زوج كان لمرأته من قبله، لأنه لا قرابة بينهما. إذن هذه هي المحرمات بسبب الجمع. هيا نرى الصنف الآخر من المحرمات، ونقول مرة أخرى معذرة أن هذا التحريم ليس على سبيل التأبيد كالمحرمات بسبب القرابة أو بسبب الصهرية أو بسبب الرضاع. التحريم هنا على سبيل التأقيت، تحريم مؤقت، بمعنى أنه وصف غير لازم، يعني التحريم لسبب ومانع، إذا زال هذا المانع جاز للرجل أن يتزوج بعد ذلك. يعني الرجل تزوج بامرأة لا يحل له أن يتزوج بأختها، طيب وإن أراد يتزوج بأختها طلق هذه المرأة وانتظر حتى تنقضي عدتها ثم تزوج بأختها، لأن المانع من الزواج قد زال فيجوز له ذلك بعد انقضاء العدة. كذلك لأن الفراش والزوجية ما زالت قائمة ولا بد من انقضاء العدة، لأن المرأة في الطلاق الرجعي كما سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى الزوجية ما زالت قائمة، الفراش والسكنة وإلى آخره، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وأختها حتى بعد الطلاق إلا أن تنقضي عدتها. هيا نرى الصنف الآخر أو القسم الآخر من المحرمات. المحرمات بتعلق حق الغير. المحرمات بتعلق حق الغير. لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته، زوجة الغير ولا معتدته. إيه الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سقى ماءه زرع غيره. ولأن ذلك يفضي إلى اشتباه الأنساب، ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. يبقى أن يتزوج الرجل زوجة الغير هذا يؤدي إلى اشتباه الأنساب، هذه المرأة امرأة شخص لا يحل لك الزواج بها ولا معتدته، لأنه ربما يراجعها، ولا كذلك أن يتزوج حاملا من غيره. الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره، في استثناء إلا الزانية، فإن فعل وتزوجها لا يطأها حتى تضع. وقال الإمام أبو يوسف: النكاح هنا فاسد لما سبق من الحديث، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولأنه حمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه. لكن الإمام أبو حنيفة ومحمد قال بأن الامتناع هنا لئلا يسقي ماءه زرع غيره في ثابت النسب لحق صاحب الماء، ولا حرمة للزاني، فدخلت تحت قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. سادسا، المحرمات بالكفر. لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات. هل هناك من دليل؟ نعم، الدليل قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن نكاح المجوسيات والوثنيات لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المعاملة غير ناكح نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. هذا بالنسبة للمشركات الوثنيات المجوسيات. أما بالنسبة للزواج بالكتابيات، السؤال يقول: ما حكم الزواج بالكتابيات؟ يجوز الزواج بالكتابيات، ودليل ذلك قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب، ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أن الزواج بالكتابيات يجوز، وبالمشركات كالمجوسيات والوثنيات. المجوسية التي تعبد النار، والوثنية التي تعبد الأصنام. أما الكتابية فهي امرأة من النصرانية أو اليهودية ذات كتاب سماوي. المجوسيات والوثنيات لا يجوز الزواج بهم. أما الكتابية فيجوز الزواج بها، لأن الإسلام قرر ذلك وحي لكم ما وراء ذلكم، وقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إيه الدليل على أنه ما ينفعش الواحد يتجوز بالمجوسية أو الوثنية؟ قال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المعاملة غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. المرأة ذات الكتاب السماوي من أهل الكتاب يرجى منها الإسلام، يرجى منها الطاعة، وهذا أمر يسير بعون الله سبحانه وتعالى. أما المرأة المجوسية أو الوثنية فرجاء الإسلام منها أمر شديد يحتاج إلى طاقة وجهد شديد، أو عن الطاعة عن الطاقة يزيد كمان. والعداوة بينها وبين الإسلام متأصلة ومتجذرة فيها. أما أهل الكتاب فيرجى منهن الإسلام. هذا بالنسبة للمحرمات بسبب الكفر. المجوسية الوثنية لا يجوز، الكتابية يجوز. هيا نرى الصنف الآخر من المحرمات. المحرمات بالطلاقات الثلاث. المحرمات بالطلاقات الثلاث. الدليل قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الثالثة، وعلى ذلك الإجماع. هناك قاعدة تقول: الزنا يوجب حرمة المصاهرة. الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بمعنى أنه من زنى بامرأة أو وطأها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها، وتحرم الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه، وكذا المس بشهوة من الجانبين. يبقى إنسان زنى بامرأة أو وطأها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها، وكذلك الموطوءة تحرم على أصول الواطئ وفروعه، وكذا المس بشهوة من الجانبين. الزنا يوجب حرمة المصاهرة. في اختلاف بين الفقهاء المذاهب في زواج المحرم، حكم زواج المحرم. نقول في المذهب الحنفي: يجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام. مرة أخرى، يجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام. هل هناك من دليل؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، عقد عليها. طيب، ما في حديث بيقول نهى أن ينكح المحرم؟ نقول: المحظور الوطء ودواعيه.
لا العقد، الوطء ودواعيه لا العقد. وهو محمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم، نهى أن ينكح المحرم. ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أنه بالنسبة للمحرمات بالكفر تحدثنا عنهم، في محرمات بالطلقات الثلاث، بمعنى أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى يحل له أن يراجعها في عدتها ولو من غير رضاه، الطلقة الثانية كذلك، فإن طلقها الثالثة لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذه المرأة أصبحت محرمة على هذا الرجل، لا يحل له زواجها أو الزواج منها لأنه طلقها الطلقة الثالثة. بالنسبة لزواج المحرم، المذاهب الفقهية في مجملها تقول بعدم جواز زواج المحرم. في المذهب الحنفي نقول أن نكاح المحرم جائز. طب إيه المحظور بقوله صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح؟ نقول المحظور هو الوطء ودواعيه المباشرة، لكن مجرد العقد، عقد الرجل المحرم على امرأة للزواج بها، فهذا أمر جائز لا ضير فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، تزوج بميمونة وهو محرم، سيدنا ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدل ذلك على الجواز. أما المحظور والممنوع هو الوطء ودواعيه، لكن مجرد العقد لا ضير فيه. هكذا أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من المحرمات من النساء في النكاح، بسبب الصهرية، النكاح بسبب الصهرية والقرابة والرضاع على التأبيد، تعلق حق الغير، الجمع، الطلقات الثلاث، الكفر وغير ذلك. نأتي إلى مسألة أخرى، أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، من زنى امرأة حرمت عليه أصوله وفروعه. مسألة أخرى، هذا في الزواج الشرعي يحرم عليه كذا وكذا وما تحدثنا عنه. هناك نوع من الزواج يسمى بالزواج المؤقت أو نكاح المتعة، ما حكم هذا النكاح؟ نكاح المتعة والنكاح المؤقت، نكاح المتعة والنكاح المؤقت. سؤال يقول ما حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت، وما دليل ذلك، وما صورة كل منهما، المتعة والمؤقت، وما رأي زفر في النكاح المؤقت، وضح ذلك مع التوجيه. هذا السؤال يشمل الدرس بأكمله، ما حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت، وما دليل ذلك، وما صورة كل منهما، وما رأي زفر في النكاح المؤقت، وضح ذلك مع التوجيه. نقول بالله التوفيق، نكاح المتعة باطل، نكاح المتعة باطل. ما دليل ذلك؟ الدليل، دليل قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء النكاح الحقيقي، النكاح الصحيح بالعقد الصحيح الذي أحله الإسلام بالضابط الشرعي التي تحدثنا عنه، فأولئك هم العادون. وهذه ليست بزوجة، وقد صح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث رواه من؟ سيد الإمام علي. وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة، وصح أن ابن عباس رجع إلى قوله. هذا بالنسبة للزواج النكاح المؤقت. بالنسبة للنكاح المؤقت، حكم النكاح المؤقت باطل مثل نكاح المتعة. التعليل، لأن النكاح المؤقت أتى بمعنى المتعة، والعبرة للمعاني.
وسواء طالت المدة أو قصرت أيضا باطل، لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة، لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة. هذا بالنسبة للحكم والتعليل لكل من النكاح المؤقت والنكاح المتعة. صورة النكاح المؤقت أن يقول تزوجتك مدة شهر مثلا، فتقول قبلت بمحضر شاهدين أو رجل وامرأتين، وسنبين هذه الصورة. ما رأي زفر في النكاح المؤقت؟ رأي زفر في النكاح المؤقت أنه قال، قال زفر: النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. يبقى عند زفر النكاح المؤقت صحيح لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. ويرد عليه لأن المؤقت هنا جاء بمعنى المتعة، وقد وردت النصوص بتحريم نكاح المتعة، فيحرم كذلك النكاح المؤقت لأنه أتى بمعنى. ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أن النكاح المؤقت والمتعة باطل. كان يقول رجل لامرأة: متعيني نفسك مدة كذا، أو تزوجك مدة كذا، فهذا نكاح مؤقت. يعني يختلف عن مقصد النكاح، الديمومة والألفة والمودة والرحمة. مقصد النكاح وأهداف النكاح التي شرع من أجلها لم تتوفر في هذين النوعين، المتعة والمؤقت. وثبت بالدليل الشرعي. الذي يقول بالنكاح المتعة هم الروافض من الشيعة. والعجب أن الإمام البخاري، في الإمام البخاري راوي حديث تحريم نكاح المتعة هو الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. حرم النبي في خيبر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وما روي من ابن عباس كان يقول به ثبت نسخه، وصح رجوع ابن عباس عن هذا القول. كذلك النكاح المؤقت باطل لأنه أتى بمعنى المتعة، أتى بمعنى المتعة. وقال زفر النكاح المؤقت صحيح، لكن الشرط بتاع التأقيت والمدة هو الباطل، فعنده أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. إذن قال زفر النكاح المؤقت صحيح والشرط فاسد، والنكاح عنده لا يفسد بالشرط الفاسد. قلنا أن المبطل والمغلب لجهة التحريم هنا والبطلان هو الوقت، وكلاهما سواء في ذلك، المتعة والمؤقت. هكذا أبنائي وبناتي تحدثنا في هذه الحلقة عن المحرمات، وتحدثنا عن حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت. أدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية الحلقة أن يحبكم ويعزكم ويرفع من ذكركم وشأنكم، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.